ربي يا ربي. اللهم اجر في مصيبتي واخلف لي خيرا منها يا ربي ترزقني صبر يا ربي. امين امين يا ربي. جي جبتهم 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 وزكريا يا ولدي جبتهم يا ولدي واش حنا كنطلعوا من السطح؟ واش حنا كنطلعوا عباد الله من السطح؟ يلاه كنتي كتهضري زوين، يلاه كنتي كتهضري زوين، يلاه كنتي كتهضري زوين. يا ولدي في باب دارهم، وولدي واعي، وولدي راجل مرجل، وولدي راجل مرجل، وولدي الرب رحمة يا الله يا الله يا الله يا الله تسمعها. ورزوني في شبابي، ورزوني في شبابي، ورزوني في شبابي، ورزوني في شبابي. اللهم أجرني في مصيبتي. لا حول ولا قوة. هذه الام ديال زكريا، يعني الشاب اللي باقي في مقتبل العمر، كتقول لنا الام ديالو على انه مات مغدور من طرف شي وحدين. لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله. غادي يدفنوه دابا، غادي يدفنوه الشاب زكريا، غادي يدفنوه. شدي الشكار، شدي الشكار، شدي الشكار. عطيني عطيني نشدو نشدو في يدي. الآن غادي يدفنوا الشاب زكريا، يعني اللي مات مقتول، على ما قالت لنا الأم ديالو. يعني كتشوفوا الأم ديالو محروقة على ولدها زكريا. يلاه صحيح. صافي الله يكبر لك. غنمشيو للمقبره، نمشيو للمقبره. من العائله ديالو مازال منهاره هنايا، الان مشاو غيدفنوا، غيدفنوا زكريا. الام ديالو ما قدرات الصبر يعني على الفراق ديال ولدها، يعني اللي مازال شاب، مازال في مقتبل العمر، كتقول لك على ان ولدها كان داير بروجي ديال الشوايه قدام باب المنزل ديالهم، وبسبب الغيره اولا شي نزاع عنده مع شي واحد قتلوه. الله يرحمه، الله يوسع عليه ضيقات القبور. الان غندخلوا دخلوا المقبره، شوفوا صحافه صحافه. الله يحفظك، الله يكبر بك. من كتشوفوا كل شيء حاضر مع الشاب زكريا، الان غادي يتم الدفن ديال زكريا بعد ما تم التشريح ديالو بمقبره الرحمه.